شو صار اليوم من 8 الصبح لل8 المساء؟ الله أكبر تاني. بمسيرة استهدف حزب الله اليوم بيت بنيامين نتنياهو بقيصرية بجنوب حيفا بأول استهداف من المقاومة لرئيس حكومة بإسرائيل. حلقت المسيرة بأجواء إسرائيل وصابت هدفها بعد ما عجزت الدفاعات الجوية ومروحيات الاحتلال عن إسقاطها. عتم الاحتلال على الخبر أول شيء قبل ما يصدر بيان إنه نتنياهو ما كان بالبيت المستهدف. ראש הממשלה, משהו ירתיע אותך? לא, שום דבר לא ירתיע אותנו. אנחנו ממשיכים עד הניצחון. قصف الحزب كمان حيفا والكريوت وصفدوا عكا والجليل الأعلى والغربي بأكثر من 150 صاروخ، قتلت شخص وجرحت 14. بالمقابل ولأول مرة استهدفت غارة إسرائيلية سيارة بمنطقة جونية. استشهد بالغارة شخصين، قالت مصادر إعلامية أنهم رضا عواضة وزوجته يلي ما استشهدوا بقصف السيارة فلحقتهم المسيرة وقتلتهم. ضلوا رايحين هيك ركضوا يا معلم قصفوا هونيك. رجع الاحتلال لاستهداف الضاحية فنفذ أكثر من 10 غارات على حار تحريك وبرج البراجنة والشويفات. كفى الاحتلال مجازره اليوم بالبقاع والجنوب يا ويلوه، فقتل 4 أشخاص على الأقل بغارة على بعلول بالبقاع الغربي. بزفت قضاء النبطية ارتكب الاحتلال مجزرة كمان راح فيها 3 شهداء. أعلنت وزارة الصحة حصيلة جديدة للعدوان، 2448 شهيد، 11471 مصاب من 8 أكتوبر 2023. سياسياً أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه إمكانية تعديل مهام اليونيفيل بجنوب لبنان ممكنة، بس الأولوية هي لوقف إطلاق النار. وبخصوص مساعي وقف إطلاق النار رح يزور المبعوث الأمريكي أموس هوكستين لبنان الأسبوع الجاي بجولة تفاوضية جديدة.